في فيديو النهاردة هنحل مع بعض تيست دي ليفيلو A1 A2، ودي أول مستويات في معرفة اللغة الإيطالية. التيست بيبتدي معانا ببعض البيانات زي نومي نومي اللي هو الاسم، كونيومي كونيومي اللي هو اللقب، وبنلاحظ إن حرف الجي لو جه بعديه حرف الان ما بيتنطقش، عشان كده ما قلناش كوجنومي قلنا كونيومي. يبقى بيطلب مني الاسم نومي، كونيومي اللقب، داتا التاريخ، داتا التاريخ. ولما اجي اسال اقول تاريخ النهارده ايه مثلا، فبقول كوالي لا داتا دي اوجي، ما هو تاريخ اليوم. كلمه داتا يعني تاريخ. تليفونو رقم التليفون، ايميل او اندريتسو ايميل يعني عنوان البريد الالكتروني. لا بريما دوماندا أو السؤال الأول بيقول إيه؟ Rispondi alle domande. Rispondi alle domande يعني جاوب على الأسئلة. Rispondi ده verbo إيه؟ verbo rispondere. Rispondere يعني يجاوب أو يرد. Rispondi جاوب alle. Alle هي عبارة عن حرف الجر A ومع الأرتيكولو لي. لما A بيجي وراها أداة لي بيكونوا مع بعض كلمة جديدة اسمها alle. يعني لو A جت بعدها لا بتتحول لألا، لو A جت بعدها لو بتتحول لألو. يبقى حرف الجر A لو قابل أداة التعريف لي بتعمل كلمة جديدة اسمها ألي. Rispondi alle domande. Domande هي كلمة femminile plurale يعني جمع مؤنث. السنجولار بتاعها هو domanda. Domanda يعني طلب أو سؤال، فهنا معناها Rispondi alle domande يعني جاوب على الأسئلة. السؤال الأول Come ti chiami؟ Come ti chiami؟ Come لوحدها معناها كيف، هي أداة استفهام معناها كيف. Come ti chiami؟ Ti chiami معناها تدعى أو تسمى. فكلمة تي كيامي جاية من فيربو اسمه كيامارسي. كيامارسي يعني يسمي نفسه أو يدعى. فهنا السؤال كيف تسمي نفسك أو كيف تدعى أو كيف تسمى، فبنقول كومي يعني كيف، تي كيامي تسمى اللي هي معناها ما اسمك. كومي تي كيامي، فبرد بقول مي كيامو وبقول الاسم مي كيامو. يبقى هو سألني تي كيامي وأنا رديت مي كيامو، يبقى إحنا محتاجين نحط الضمير أو لأ، في أغلب الأحوال بنستخدمها من غير ما نحط الضمير، فبنقول مي كيامو على طول، مش لازم أقول إيو مي كيامو. إيو مي كيامو مثلا أليساندرو. تمام. كوانتي أني أي؟ كوانتي أني أي يعني ما عمرك أو كم عمرك. كوانتي هي أداة استفهام للكمية بمعنى كم. كم أني يعني سنوات، وهدي بلورالي ماسكيلي يعني جمع مذكر. أني مفردها أنو. أنو أنو هي السينجولاري يعني المفرد، وجمعها أني سنوات جمع جمع مذكر. كوانتي أني كم سنوات. أي لديك. I ده فيربو إيه بقى؟ فيربو avere متصرف مع تو. تو I. نفتكر مع بعض فيربو avere. Io ho. تو I. Lui ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. بمعنى إيه avere؟ يملك أو عنده. Quanti anni hai؟ معناها كم سنوات لديك أو كم عمرك. وبنجاوب بنقول O 20 anni مثلا، أو بنقول io ho. الضمير في اللغة الإيطالية مش لازم يتحط، لأن كل شكل فعل بيختلف مع كل ضمير، فبالتالي أنا مش محتاجة أحط الضمير. إذا حطيته أوكي، إذا ما حطيتهوش أوكي. io ho 20 anni أو ho 30 anni أو ho 25 anni يعني عندي 20 سنة. تمام. طيب تالت سؤال بيقول دا دوفي فييني. دا دوفي فييني
يعني من أين تأتي؟ Da dove vieni؟ ممكن يتسأل بطريقة تانية يتقال di dove sei. Di dove sei يعني من أين أنت؟ وده dove vieni من أين تأتي؟ طيب da يعني من، dove يعني أين، vieni ده verbo اسمه إيه؟ venire. venire متصرف مع تو، يبقى تو ده dove vieni، فأنا بجاوب بقول أنا آتي من مصر، تمام؟ فبقول io vengo dall'Egitto. io vengo dall'Egitto يعني أنا آتي من مصر، أو أنا آتي من مصر. da dove vieni vengo dall'Egitto، تمام؟ طيب بعد كده quando sei nato أو nata. كلمة nato أو nata هي الparticipio passato del verbo nascere، يعني هي الماضي بتاع verbo nascere وبياخد التبعية essere. طالما في تبعية essere يبقى لازم أعمل تبعية في الجنس والنوع، فممكن أقولها لو مؤنث، لو بسأل واحدة مؤنثة أو واحدة ست قدامي فبقول quando sei nata، أنت اتولدتي إمتى؟ لو أنا بسأل مذكر فبقول quando sei nato، أنت اتولدت إمتى؟ الإجابة على حسب الجنس اللي بيتكلم برضو، فبقول لو أنا مذكر io sono nato in Egitto، وممكن أقول io sono nata in Italia. io sono nato in Egitto، io sono nata in Italia، dipende dal genere di quello che parla، يعني بيعتمد على جنس اللي بيتكلم. da quanti anni vai a scuola in Italia؟ من كام سنة بتروح المدرسة في إيطاليا؟ ممكن نعملها إجابة كاملة ونقول vado a scuola in Italia da، منذ بقى وبحط عدد السنين، da 2 anni مثلا. يبقى da يعني من، quanti يعني قد إيه، anni سنوات، واتفقنا إن دي جمع بتاع كلمة anno، vai تذهب، وده verbo اسمه andare. andare واندare بيتصرف ازاي؟ io vado، tu vai، lui va، noi andiamo، voi andate، loro vanno. هنا مستخدمينه مع ضمير المخاطب انت، يبقى da quanti anni tu vai a scuola in Italia. a scuola يعني الى المدرسة، in Italia في إيطاليا، فممكن أقول da 2 anni، وممكن أقول vado a scuola in Italia da 2 anni. السؤال التاني بيقول collega le parole alle immagini. collega le parole alle immagini يعني اربط الكلمات أو وصل الكلمات بالصور. collega يعني verbo collegare، collegare يربط. le parole الكلمات، ودي جمع مؤنث ومفردها la parola الكلمة. collega le parole alle، وقلنا alle دي عبارة عن a زائد le، وعملت لنا شكل جديد اسمه alle. immagini يعني الصور. collega le parole alle immagini يعني وصل الكلمات بالصور. وكلمة immagini هي كلمة شاذة، مفردها بينتهي بحرف ال a، يعني المفرد اسمه immagine والجمع immagini، وهي مفرد مؤنث. أول كلمة هي كلمة كونيليو. كونيليو، وبنلاحظ أن حرف الجي لو جه بعدي حرف الال مش بيتنطق، فبتبقى كونيليو مش كونيجليو. لازم أفهم كويس قوي حرف الجي ما بيتنطقش إمتى، لو جه وراه حرف الال ولو جه وراه حرف الان، زي ما خدنا كلمة كونيومي. كونيليو يعني حيوان، هو الأرنب. كونيليو أرنب. كازا كازا منزل. سكاربي سكاربي يعني حذاء. ألبرو ألبرو يعني شجرة. ليبرو ليبرو يعني كتاب. ماتيتا ماتيتا يعني قلم رصاص. سولي سولي يعني شمس. نقولهم تاني: كونيليو أرنب، كازا منزل، سكاربي حذاء، ألبرو شجرة، ليبرو كتاب، ماتيتا
قلم رصاص سولي شمس.